بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال لأبيه يا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
وهم لا يشعرون
وهم لا يشعرون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء الله المستعان على ما تصفون.
وجيء على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقالت هيت لك ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال
صدق الله العظيم.